السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الموسم الجديد 2020-2021. الفيديو هيكون بتوقيت مصر وليبيا والسودان، هو ده توقيت الفيديو. تمام، لو حضرتك عاوز توقيت مكة المكرمة أو السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، زود ساعة، يعني مثلا بلد الوليد أمام إبار الساعة 1، فيبقى عندك الساعة 2 مساء أو 2 ظهرا. لو حضرتك عايز توقيت الامارات او عمان زود ساعتين، فالساعه 1 دي هتبقى الساعه 3. تمام، لو حضرتك عاوز توقيت تونس او الجزائر او المغرب قلل ساعه، فالساعه 1 دي تبقى 12 ظهرا والساعه 4 تبقى الساعه 3 مثلا. ماشي، لو حضرتك عاوز توقيت العالمي توقيت جرينتش وتوقيت موريتانيا قلل ساعتين، الساعه 1 مساء او 1 ظهرا دي هتبقى الساعه 11 صباحا، و4 دي هتبقى الساعه 2 ظهرا او 2 مساء. يعني خلينا نبدا بسم الله. الجولة الخامسة هتبدأ يوم السبت 13/2020، بلد الوليد هيستضيف إيبار الساعة 1 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر. القناة الناقلة هي قناة بين سبورتس اتش دي 3. أتلتيكو مدريد هيلعب أمام فياريال الساعة 4 مساء أو 4 عصرا بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3. ريال سوسيداد هيلعب أمام ختافي الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، والقناة الناقلة هي قناة بين سبورتس اتش دي 3. أما إليتشي هيلعب أمام هويسكا في نفس توقيت ريال سوسيداد أمام ختافي، القناة الناقلة من قناة بين سبورتس غير معروفة حتى الآن، متوقع انها ممكن تكون بين سبورتس 5 او بين سبورتس 8. الليتشي امام هويسكا. اما فالنسيا سيستضيف ريال بيتيس الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، كل ده يوم السبت 13/2020. فالنسيا امام ريال بيتيس 9 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3 او 3. ثم ننتقل الى مباريات يوم الاحد 14/2020. اوساسونا هيلعب امام سيلتا فيجو الساعة 12 ظهرا او 12 منتصف النهار يعني، او 12 مساء سميها زي ما تسميها بتوقيت مصر، القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3. وديبورتيفو الافيس هيستضيف اتلتيك بلباو الساعه 2 مساء او 2 ظهرا بتوقيت مصر ايضا، والقناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3. اما المباراه القويه معانا هي مباراه ليفانتي امام ريال مدريد الساعه 4 عصرا او 4 مساء بتوقيت مصر، والقناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3، وممكن قناه بين سبورتس اتش دي 1 تذيع المباراه ايضا. قادش هيلعب امام غرناطه الساعه 6:30 مساء بتوقيت مصر، والقناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3. اما المباراه الاقوى بقى من مباراه ريال مدريد وليفانتي اصلا هي مباراه برشلونه امام اشبيليه، مباراه قويه جدا معادها يوم الاحد 14 الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، والقناه الناقله هي قناه بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 3. ودي اخر مباراه معانا بالنسبه للجوله الخامسه. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم مواعيد مباريات الجوله الخامسه من الدوري الاسباني 2020-2021 بتوقيت مصر وجرينتش ومعظم الدول العربية، وطبعا القنوات الناقلة. اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب واعمل لايك للفيديو. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.